الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة الشاهد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع الدكتور عبد الواحد متوكل، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان ورئيس دائرتها السياسية. دكتور متوكل، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. الحدث الأبرز في المغرب بحر هذا الأسبوع هو إصدار غرفة الجنايات للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أحكامها بخصوص معتقلي حرك الريف، أحكام تجاوزت في مجموعها 300 سنة في حق أزيد من 50 معتقل. شنو تعليقكم على هذه الأحكام التي أصدرتها محكمة السنة في الدار البيضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، شكرا على الاستضافة. يعني في الواقع قبل أن أعود إلى سؤالك، أود في البداية أن أعبر عن تضامننا في جماعة العدل والإحسان مع هؤلاء المعتقلين ومع أسرهم ومع ذويهم ومحبيهم، ونعبر عن رفضنا البات ورفضنا المطلق لهذه الأحكام التي نعتبرها كما يعتبرها كثير من الناس وكثير من المنصفين والقانونيين والحقوقيين بأن أحكام جائرة وأحكام يعني ظالمة. ونعبر أيضا عن مواساتنا لهؤلاء المعتقلين. هي في الحقيقة هي محنة، ولكن في نفس الوقت فهي فيها شرف المعارضة للظلم والطغيان، فلعل في هذا بعض العزاء. يعني فيها محنة، فيها ألم، فيها بعد، يعني فيها تفريق بين المرء وزوجه ومحبيه وذويه وأقاربه وأحبابه، فيها سجن، فيها ظلم، فيها، ولكنها فيها أيضا شرف المعارضة للطغيان، شرف الموقف والثبات على الحق. فناموا، ونرجو الله أن يحتسبوا هذا العمل لله، وأنهم أن الله عز وجل سينصرهم عاجلا آجلا إن شاء الله. لماذا إذن في نظركم هذه الأحكام الثقيلة؟ وأنا قرأت بعد لبعض الناس الذين يكتبون ويتحدثون، وقد عبر كثير عن استغرابهم لهذه الأحكام، واعتبروا بأنها مفاجئة ولم يكونوا يتوقعون. وأنا يعني بصراحة يعني لا أرى ما هو الداعي إلى الاستغراب. فهذه الأحكام فهي منسجمة تمام الانسجام مع منطق الحكم، مع نظام الحكم السائد في البلد. يعني كيف نعتبر، يعني نستغرب ونقول وكأن هذا حدث استثنائي، وكأنه يقع لأول مرة، وكأن المعهود في نظامنا القضائي أو في نظامنا السياسي وهو أن كان هناك عدالة وحقوق واستقرار القضاء وهناك شروط محاكمة عادلة، فهذا شيء غير موجود. وبالتالي فهذه الأحكام كانت منطقية وطبيعية ومنسجمة مع ما وجود في 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 البلد. أي طبيعي، هي أحكام قاسية نعم، ولكن كما قلت فإن القسوة فهي أسلوب للحكم في البلد، وهي برنامج للحكم في هذا البلد. والقسوة تتجلى في كل مجالات الحياة وليس فقط في السياسة القضائية. القسوة تتجلى في السياسة الصحية. أنت تعرف ونعرف قبل أيام رأينا شريطا لامرأة وهي في المستشفى وتلد يعني فوق الأرض. يعني هل هناك قسوة أكبر من هذه لامرأة تلد في ظروف بشعة؟ القسوة أيضا تتجلى في كل المجالات، في التعليم حيث نرى الظروف الكارثية التي تعيشها ظروف التعليم، حيث تحولت يعني مدارسنا يعني ساحات للإجرام وكل رواج المخدرات والموبقات وغيرها، وحتى يعني في أشياء. القسوة فهي في كل المجالات، في التعليم، في الصحة، في الإدارة، حيث الإهانة، حيث التماطل، حيث التسويف. إذن القسوة فهي برنامج لنظام الحكم، وبالتالي فهي هذه الأحكام فهي تنسجم مع أسلوب الحكم ومع برنامج الحكم المعتمد، وهو برنامج للقسوة بكل ما تعنيه الكلمة والمعنى. إذن في نظركم الأحكام منسجمة مع طبيعة الحكم، لكن لا أحد يختلف على أن هذا الملف ديال الريف هو ملف خاص، وسياقه وأحداثه وتاريخه ومنطقة وإلى آخره، يعني عنده مجموعة من الخصوصيات. إذن وراء هذه الأحكام التي اعتبرتموها
ما كتنسجم مع منطق السلطة، وراءها أكيد كاين مجموعة الرسائل. في نظركم ما هي أهم الرسائل اللي بغى يوجدها النظام أو السلطة لجميع المتدخلين في هذه العملية هذه؟ والله أنا يعني بصراحة أعتقد بأن النظام يفكر بطريقة بسيطة جدا وبطريقة معهودة لدى كل الأنظمة الاستبدادية. الأنظمة الاستبدادية تفكر دائما في الجانب الردع، يعني أن تضرب بقوة وتعتقد بأن هذا الضرب بقوة سيردع الآخرين وسيسكت الآخرين وسيسكت كل من يعني يحاول أن يرفع صوته عاليا للمطالبة بحق أو للمطالبة أو للتشكيم المظلمة. فهذا هو الرسالة الواضحة والبسيطة التي يحاول النظام. يعني للأسف الشديد أنهم لا يقرؤون التاريخ. لو كان هذا الأسلوب يعني يمكن أن يفلح وأن يصد الناس عن المطالبة بحقوق مشروعة لصد كثير من الدول ومن الشعوب في العالم. فهذه أسلوب لا يمكن أن يفلح، بل بالعكس بأن يعني ستكون له نتائج عكسية وسيعني يدفع الناس يعني للتمسك أكثر بحقوقهم. وكما قال كثير من الناس فهذا من باب سد يعني صب الزيت على النار. البلد يعني أنا لا أدري كيف يفكر هؤلاء الناس الذين يحكموننا. البلد يعني يشتعل بالاحتجاجات، يشتعل بالمشاكل التي لا حصر لها في كل المجالات، في 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 شرادة، في الوسط، في الجنوب، في الشمال، في الصحراء، في كل الجانب. وهم كأن البلد وهم الآن يضيفون يعني مشاكل جديدة إلى مشاكل أخرى التي البلد يغرق فيها. يعني أنا بكل صراحة يعني لا أفهم كيف يفكر هؤلاء. هل يعني لعجز، يعني كأن العقل الذي يدبر شؤون هذا البلد أصيب بالعجز وبالتالي أصبح عاجزا عن التفكير في التدبير الرشيد للبلد، أم أن هذه أشياء منطقية وكما قلت تنسجم مع طبيعة النظام ولا يمكن أن نتوقع من نظام استبدادي إلا أن يتصرف بهذا الأسلوب. يعني هذا هو، وبالتالي نحن مدعوون للتفكير بطريقة آخر، وإلا لا يمكن أن نتوقع من نظام استبدادي إلا أن يتصرف بهذا الأسلوب الذي نراه جميعا. إذا قلتم يعني على المستوى الداخلي أن النظام أو السلطة هي أدوة منطقها في الاشتغال وأدوة منطقها في الحكم، مسألة أخرى ومعطى آخر في هذا الملف هذا هو مسألة التدخل الخارجي. كنعرفوا أن هذا الملف ديال معتقل الريف عرف تطورات كبيرة جدا وخطيرة جدا على مستوى الدول الأوروبية، خصوصا في البرلمان الأوروبي. يعني كان حضور وذهب هناك آباء المعتقلون وتكلموا وخذوا الكلمة، وكاين مجموعة من النواب البرلمانيين الأوروبيين اللي دخلوا في الملف إلى آخره. فالسؤال هو واش النظام ما كيغامرش؟ شوف لو يعني 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 أنفقنا وقتا طويلا لتفسير الوضع الحقيقي ولطبيعة النظام، ربما قد لا نفلح مثل ما نجد أن هذه القضايا التي توضح بشكل جلي طبيعة النظام الحاكم في هذا البلد. ففي الوقت الذي كانت هناك مجموعة من الشعارات تقول بأننا قد تجاوزنا ما يسمى بسنوات الجمر والرصاص، وبأن تجاوز الاعتقال السياسي، وأن فها هي الأحداث يعني تبين بوضوح وبما لا يدع مجال للشك بأننا لازلنا في نفس الأسلوب وفي نفس المنطق. ولا وإن كان النظام قد تغيرت وجوه وقد تغيرت بعض التكتيكات، فإن طبيعة النظام لم تتغير. والآن النظام يقدم وسيلة إيضاح يعني واضحة بأن قضية فيها ظلم بين، ويعطي للمنظمة الحقوقية وكل الهيئات لكي تتحدث عن المغرب بالفعل بأن المغرب فيه مشكلة حقيقية وبأنه لم يتجاوز يعني السنوات أو الأسلوب الذي اعتاده منذ الاستقلال. النظام وقع في تناقض رهيب، يعني في الوقت الذي اعترف بمشروعية المطالب وفي الوقت الذي أقر بالاختلالات الموجودة في المنطقة وبأن كان هناك فساد وبأن كان هناك مفسدون وكان هناك تقصير فظيع وبين، وربما كان هناك بعض التنقيلات أو بعض الأشياء التي فيها نوع من العقوبات لبعض المسؤولين، في الوقت الذي أقر بهذه الأشياء
نجده أنه يعاقب أولئك الذين طلبوا بهذه الأشياء. هذا تناقض رهيب، هذا لا يقوم بعاقل. يعني الإنسان الذي يفكر وعنده مسكن منطق ومن عقل يعني يفكر بهذا، يعني تناقض رهيب. فإذن هذه يعني النظام أوقع نفسه في ورطة أنا لست أدري كيف يمكن الخروج منها. تماما، هذه النقطة اللي طرحت لها الدكتور عبد الواحد المتوكل، الدولة مجموعة من النشطاء، مجموعة من 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 الفاعلين، هي مسألة المعالجة يعني ديال مشاريع الحسيمة والقرارات اللي اتخذت في حق الوزراء وفي حق الموظفين إلى آخره. هذا فيه اعتراف ضمني أنه راه فعلا مطالب كانت مشروعة. في نفس الوقت أحكام بهذه الشاكلة ثقيلة جدا، فالمتتبع يكون في حيرة من أمره. فالسؤال إذن، واش هناك مدبر وحيد لهذه القضية أو مسؤول وحيد أو هناك عدة أطراف متدخلة؟ شوف، أنا يأست منذ زمان أن أحاول في محاولة فهم النظام ديالنا السياسي. أنا في اعتقادي بأن هناك عطب بليغ أصاب هذا المخ الذي يدبر شؤون البلد، والتجليات ديال هذا العطب البليغ هو ما نراه من تخبط. يعني ترى حتى في مجال حكومتنا، يعني قاموا بأجمعوا وأصدروا بلاغا فيه تخوين لهؤلاء الذين خرجوا يطالبون مطالب مشروعة ثم تراجعوا عن ذلك وقال إنها مطالب مشروعة. فإذن هناك عطب بليغ أصاب هذا العقل الذي يدبر شؤون البلد. و يعني بصراحة أصبحنا نتخوف كثيرا على بلدنا. من هذا السؤال هذا أنا بغيت ننتقل لمرحلة أخرى، اللي هي مرحلة ديال ما بعد الأحكام الابتدائية. أكيد أن هذا الملف لن يتوقف هنا، وأكيد أن عائلة المعتقلين والمعتقلين أنفسهم ممكن أنهم يتقدموا بطلب استئناف الأحكام في محكمة الاستئناف، وهذا إجراء لحد الآن لم يقم به أي طرف. في نظركم ما هي أهم مداخل لحل هذه الأزمة اللي في الحقيقة عندها ارتباطات كثيرة جدا على مجموعة من المستويات؟ ما هي أهم المداخل لحل هذه الأزمة؟ شوف هناك واحد تنبيه ينبغي أن نحتاط منه، وهو أنه من الأمور التي سيسعى إليها بعض الناس، وهو يعني خلق واحد النقاش مغلوط، وهو الحديث عن العفو وهل العفو ممكن أم غير ممكن وكأن هؤلاء مجرمون. هذا نقاش مغلوط، هؤلاء مظلومون، الناس الحقوقيون المنصفون وهيئات الدفاع والهيئات الحقوقية كلها مجموعة على أن هذا الملف فيه ظلم بين لا يطاله الشك. فإذن ينبغي الحذر من أن نقع في نقاش مغلوط ونصبح نطالب بالعفو وكأن هؤلاء مجرمين، هؤلاء ليسوا مجرمين. هذه نقطة واحدة. أما كيف نتجاوز هذا، ما هو إلا تجلي. أنا قلت بأن هذا الحكم ما هو إلا صورة من صور كثيرة من تجليات العطب، من تجليات النظام الاستبدادي الذي نرزعه تحته. لذلك فإنه لا يمكن أن نتصور أن نخرج من هذه المآسي ومن هذه السياسة المتخبطة ومن هذه المحن التي نحن في غنى عنها إلا بإعادة النظر جذريا في نظام السياسي الذي القائم بهذا البلد. لا بد من إعادة النظر جذريا في هذا النظام إذا كنا بالفعل نريد أن نخرج من هذه المهازل التي نعيشها. هناك من يقول أن هذه المسألة التي تطرحها، هذه إعادة النظر جذريا في نظام الحكم أو في السلطة القائمة، هناك من يقول أن هذه المسألة هذه ربما لا تكون على مستوى المتوسط أو المستوى القريب، فهذه مسألة تتطلب وقت أو تتطلب جهد أكبر. وفي انتظار الوصول إلى هذه المرحلة، ما هو المطلوب من القوى الممانعة؟ يعني الآن كاين اللي كيقول أننا ما غاديش نبقاو مربعين يدينا حتى غادي توصل هذيك المرحلة ديال إعادة النظر في النظام جذريا أو نظام الحكم. فمن الآن إلى هذيك المرحلة، ما هو المطلوب من القوى الممانعة؟ إذا اتفقنا على أن معضلة البلد ومعضلة المغرب تكمن في كلمتين، وهي احتكار السلطة واحتكار الثروة. إذا اتفقنا على هذه الحقيقة وهي موضوع، يمكن أن نسعى من أجل التغيير الحقيقي. وأعتقد في تقديرنا بأنه لا مناص من
توافق ومن تعاون ومن اجتماع القوى السياسية في هذه القوى السياسية والنقابية والقوى الحقوقية وكل غيرين في هذا البلد من أجل التلاقي على مشروع من أجل التأسيس لمرحلة جديدة من أجل التأسيس ليكون الدستور جديد من أجل التأسيس لتكون الانتخابات جديدة من أجل التأسيس ليكون قوانين انتخابية جديدة تفرز خريطة معقلنة تفرز أغلبية منسجمة يمكن أن تتحمل مسؤوليتها ويمكن أن تنفذ برنامجها. بدون ذلك سنبقى نراوح ما كاننا. بدون ذلك تلك السياسة التي يروجون منذ سنين والناس يقولون يمكن أن نعمل بسياسة القدم ويمكن أن نعمل بسياسة الداخل وشيئا فشيئا، ولكن نحن نرى يعني بالملموس عمليا نرى بأن نسير إلى الوراء ولا نتقدم خطوة خطوة. فإذا آن الأوان للمغاربة أن يعرفوا بأنه لا مجال ولا أمل في أي شيء من النظام بشروطه الحالية، لا بد من تغيير حقيقي ولا بد من بداية حقيقية إذا أردنا بالفعل أن نخرج من هذه المحن التي طال أمدها. طرحتم مسألة التقاء الفرقاء كشرط أساسي من أجل تغيير المطلوب، هل في نظركم هذا الأمر هذا متاح الآن أو هل هناك شروط نجاح هذه المبادرة التي تحدثنا عنها؟ هناك بدايات، أنا أعتقد بأنه لازال هناك إشكال يعني في الطبقة السياسية. هناك أفراد يعني يعتقدون يعني بأنه بإمكانهم أن يأتوا بالتغيير مفرده، وعلى والكل يعرف يعني حجمهم ووجودهم في المجتمع. نحن على كل حال رغم أن الكثير يقول عن وجود العدل والإحسان وشعبية العدل والإحسان يعني امتداد العدل والإحسان، ومع ذلك نقول لسنا لا نتصور بأن بمفردنا يمكن أن ننهض بقضية التغيير. فلذلك النضج السياسي يقتضي، وإذا كنا في مستوى المرحلة يقتضي هو أن يلتقي الجميع، والذي يفكر بطريقة أخرى سوف يكتشف عاجلا أم آجلا بأنه منقطع عن الواقع، وبأنه بالتالي سيكون قد ضيع الفرصة التي نعتقد بأنها مواتية من أجل القيام بفعل حقيقي يمكن أن يضغط بالفعل من أجل تغيير حقيقي ينتظره ويتوق إليه كل المغاربة. تكلمت على كل المغاربة، والآن من بين الأحداث التي يعيشها المغرب بالإضافة إلى ملف الريف بطبيعة الحال اللي هو بحجم ديالو بالقوة ديالو، فهناك حملة مقاطعة شاملة لمجموعة من الشركات خاضها الشعب المغربي منذ أكثر من شهرين والتي تحقق نجاحات كبيرة على المستويات، بل الآن هناك الحديث عن توسيع دائرة المقاطعة إلى آخره. ما هي قراءتكم لهذا النوع الجديد من الاحتجاج؟ يعني هذا اعتبروا بزاف المراقبين نوع جديد، موجة جديدة من الاحتجاج وطريقة أخرى لتعبير المغاربة عن احتجاجهم على الوضع. المغاربة يكتشفون بأنهم في الوقت الذي كانت هناك أصوات وإعلام وبعض المثقفين وبعض يعني يقول بأنه لا يمكن فعل شيء ويروج لسياسة الإحباط وسياسة الخنوع، نرى بأنه بفعل بسيط جدا كان له أثر كبير وكبير جدا، وكان له حتى أصبح يتحدث عنه القاصي والداني. فبمعنى أنه أن 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 يعني أن الاستبداد هو ليس قدرا غير ممكن لا يمكن أن يتغير، وبأن الشعب لديه قوة وبأن لدى الشعوب، فإذا يعني هذه الإرادة إذا استثمرت استثمارا حقيقيا فإنها يمكن أن تأتي بالتغيير الذي يتطلب إليه الجميع. وهذه يعني هذه عملية بسيطة، يعني نرى ماذا حققت من نجاح، فما بالك أنه لو تطور هذا الأسلوب في أشكال جديدة وفي أشكال مؤثرة وفي أشكال ضاغطة من أجل الضغط على النظام لكي بالفعل لكي يعني نصل إلى المرغوب بإذن الله عز وجل. إذن هل يمكن اعتبار هذه الموجة ديال المقاطعة وما يرافقها من طبيعة الحال من حركات احتجاجية بداية لاستيقاظ الشعب بين قوسين إن شئنا القول، وبداية تمرده على الوضع القائم، ليس بالضرورة على الوضع السياسي ولكن على الوضع الاجتماعي خصوصا والاقتصادي؟ أكيد، لأنه شوف
الكليشي التي يقول العالم أصبح قرية صغيرة. المغاربة يعني أصبحوا يرون العالم بين أيديهم، يرون الدول وقد قريبة منهم في الشمال وفي العالم، ويرون ظروف هذه الدول، ويرون شعوبها كيف تعيش، ويرون دولا لا تمتلك من الإمكانيات ما يمتلكه بلدنا، ومع ذلك قد تقدمت وتطورت وذهبت بعيدا جدا. فإذا هذه المقارنة الآن أصبح الشعب بإمكانه أن يقيم المقارنة، فإذا يقول يتساءل لماذا لا يعني لا نكون نحن أيضا، كيف تطورت هذه الشعوب ومن هذه الدول من ليست لها لا إمكانيات لا مادية ولا ثروات معدنية ولا أي شيء، ومع ذلك تقدمت وتطورت، فكيف لا نتطور نحن؟ بمعنى كل هذه أصبحت واحد العوامل جدا، وأصبح الشباب يتابع هذه الأشياء ويرى ما يدور في هذه، وبالتالي هذه أصبحت حوافز مهمة، وبالتالي ارتفع منسوب الوعي الشعبي لدى الناس، وهذا من شأنه أن يؤدي وأن يطور الفعل الاحتجاجي في المغرب. دكتور متوكل، في نهاية هذا اللقاء ما هي رسائل جماعة علي الإحسان للشعب المغربي وللفرقاء السياسيين في هذا السياق، في هذا الوضع الذي يعيش المغرب الآن؟ على كل حال ما غاديش نعطي انا الشعب المغربي، هو الان هو اصبح يعرف جيدا ظروفه ووساواني والواقع الذي يعيش فيه. انا فقط اريد ان انبه بان من خطاب الاحباط، الخطاب التيئيسي الذي يقول لا امل في التغيير ولا يمكن للشعب ان يصنع اي شيء، وبان هؤلاء لديهم وسائلهم ولديهم دعمهم الداخلي والخارجي، وبالتالي لا يستطيع الشعب ان يقوم باي شيء. هذا خطاب تيئيسي ينبغي ان نحذر منه. الشعب اذا الشعب يوما اراد الحياه لا بد ان يستجيب كما قال الشاعر، فالشعب يمكن ان يصنع التغيير إذا تعاون، إذا كانت هناك شرط للتعاون فيما بينهم، فيمكن أن يضغطوا ويمكن أن يصنعوا التغيير كما صنعته شعوب، ولسنا بدعا من الأمم التي كانت ربما في ظروف أسوأ من ظروفنا، ومع ذلك تمكنت ونهضت واسترجعت قرارها بيدها. دكتور عبد الواحد المتوكيل، شكرا جزيلا لكم على تلبية دعوة البرنامج. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن التتبع، ونضرب لكم موعدا في حلقة مقبلة من لقاء خاص. في أمان الله.